ولا متغير فيه شيء. شو رأيك؟ هلا هذا هو كل البيت. ايه هذا مو استوديو، هذا غرفة نوم. ايه بس كامل مكمل، يعني في كل شيء بيخطر على بالي. هونيك المنتفعات وهذا المطبخ، بعدين في مكان نقعد عليه، يعني ما في داعي نقعد على التخت. اكيد اكيد ما في داعي. شو بتحبوا تشربوا؟ اكيد عندك كل شيء. انا باخذ انيه بيره، في كام وحده بالبراد. بدك تشرب بيره؟ ايه بيره، لا ويسكي ولا فودكا. اذا بدك يعني ضل قاعده هون ما بتشرب. تكرمي، جيبي لنا عصير فاديه. رح سمعك شيء على ذوقي. رح ضل قاعدة فوق صدرك مثل الكابوس. مرادك من سيدرا ما رح تنيره. معناتها انت بتشرب يا أستاذ؟ بيرة، بيرة بدون كحول، يعني فيها طعمة المشروب. وبلاها هالطعمة، يا إلهي شو بكره لي بالشرب. بس حلو البيت ما؟ على فكرة في عندي فيديو وفي كل الأفلام اللي بحبها قلبك. هلا نحن جايين لهون نشوف أفلام. فيك وقت بترك لك البيت وين بروح؟ بصراحة نحن اثنين مستأجرين البيت، يعني هو معه مفتاح وأنا معي مفتاح، واللي بده يجي لهون بيخبر الثاني. هلا كان ضروري تجيبي فادية معك؟ لكن بدي أجي لحالي؟ إيه شو بدي أكلي؟ أيوة خليك هيك قاعد آدم. برافو عليك يا سيدرا، اسمعي الكلمة. تسلمي. تفضلي. يا ستي أول ما أخذ البكالوريا رح أبعت أهلي يخطبوكي. صار لك 3 سنين ما كنت تاخذها للبكالوريا. بس السنة رح آخذها، بكره بتشوفي. يمكن أهلي ما يوافقوا لحتى أنا آخذ البكالوريا. هلا بدك يعني استنى سنتين؟ إذا بتحبني بتستنى. لك أنا مو بحبك، لك أنا بموت فيكي. شوف فادية، ليش قاعدة هونيك؟ قربي. أنا هون مبسوطة أكثر. خذوا راحتكم. عن إذنك. هلا أنت ما قدرتي تقنعيها تجي لحالها؟ يعني منشانك ما حلوة هيك قعدتك. بدك يعني اتركها مع واحد ذئب مثلك؟ ذئب؟ أنا اللي بعرفك وبعرف على شو ناوي. إذا قصدك على آخر مرة كنا فيها هون، أنت فهمتي الموضوع غلط. بالله شو؟ هلا ما بدنا نعيد الماضي؟ اعتذري إني جاية معها بالمرة الثانية. لحالة ما بتجي. لكن روحي هلا، بس تطلع من الحمام، إلا إنك رحتي مشوار وراجعة. شو عم تحكي أنت؟ بصراحة أنا ضايج منها كثير، حابب أنهي الموضوع اليوم. يلا فادية كرمالي، والله ما رح انسى لك اياها. ليش لا؟ حيحاول معه وحط صبته، حيخسروا بعض ويرجع لي هيك اسرع. لك شبكي صافني، يلا روحي ما بتطلع. يلا ما كان في غير لون بالبراد؟ في على برتقال.